لا هما بس 3 مسائل دولت. دي ودي ودي صح؟ أيوة خلاص دي خلاص خلصناها مش كده. فين ناخد اللي تحت دي؟ اي بي سي از تريانجل، دي از ميد بوينت اوف البي سي يبقى ده ميديان، الام بيلونج للاي دي وير اي ام ايكوال تو ام دي، الاي ام ايكوال تو ام دي، ده معناه ان الام هي البوينت اوف كونكرنس، البوينت اوف انترسكشن بتاعت الميديانز، السي ام انترسكت الاي بي تديني البوينت اي، فده معناه ان السي اي هيبقى ميديان، فتبقى الاي ميد بوينت، فالاي الاي سي كله ب 12، تبقى الام اي ب 4 والسي ام ب 8، هو عايز الام اي. طب ما سهل الجيولوجي مش صعبه يعني. ماشي، هنا تريانجل عندي كده بيقول لي ان الدي ميد بوينت، هو قال لي ان الدي ميد بوينت ما بين البي والسي، وهنا دي اي، وعندي هنا هي دي العكس، هي دي السي ودي البي، هي دي السي ودي البي، جينا وصلنا دي كده، فدي كده اسمها، دي اسمها البوينت اي ودي اسمها البوينت ام، وقال لي ان الجزء ده قد الجزء عشان يدي ميد بوينت، وبيقول لي ان الاي ام، بيقول لي كده ان الاي ام ايكوال تو من الام دي، يعني هنا الريشيو من هنا لهنا 2 to 1 from ال vertex، او 1 to 2 from ال ايه؟ from ال base. ده معناه ايه؟ ده معناه ان البوينت ام هي البوينت اوف كونكرنس، فده معناه ان اي حاجه هتنزل من ال vertex هتعدي بالام هتبقى ميديان، فده معناه ان ده كده هيبقى ميديان، هيبقى الجزء ده قد الجزء ده، هتبقى الاي ميد بوينت، هيبقى السي اي ميديان. طب هو بيقول لي ان السي اي كله ب 12، هنعمله ديفايد 3، دي هتبقى 4 ودي هتبقى 8، هو ده المطلوب. هتكتبي الكتابة بتاعتك ازاي؟ يبقى لازم ترتبي خطواتك كده، احنا ممكن هنا هنيجي كده هنقول له، هنا هنقول له سنس ان الدي از ذا ميد بوينت اوف البي سي، هنقول له زن ال اي دي ماله از ا ميديان، يبقى اللي نازل من الفيرتكس للميد بوينت اسمه ايه؟ اسمه ميديان. طب طالما هو ميديان هنقول له سنس ان ال اي ام ايكوال تو ام دي، نقول له زن الام از ذا بوينت اوف انترسكشن او كونكرنس، هما الاثنين نفس الايه، نفس المعنى، اوف انترسكشن اوف الايه الميديانز. اوف ميديانز ده معناه ايه؟ ده معناه ان اي حاجة هتنزل من الفيرتكس، يعني اي حاجة هتباس البوينت ام ونازلة من الفيرتكس هتبقى ميديان، هنقول له سنس ماشي
ان ال السي اي انترسكت هنا مع الاي دي تديني البوينت ام. هنقول له كده زين ان السي اي از ميديان، هيبقى ميديان هو كمان، وطالما هو ميديان تبقى الام بتديفايد زت بريشيو 2 to 1 من البيز، او 1 to، لا 2 to 1 من الفيرتكس، او 1 to 2 من الايه، من البيز. هنقول له كده سينس ان السي اي ايكوال 12، يبقى زين ان الاي سي ايكوال، هو هيبقى ايكوال الثيرد تايمز 12، هيبقى بكام؟ هيبقى 4 سنتيمتر، وهو ده اللي هو عايزه. في حاجة مش واضحة هنا؟ لا تمام. كله مجمع كده اللي احنا بنقوله؟ يا اوكي. مستر. طيب ايوه اللي بعده هنا عندك مسألة تانية هنا لسه حللها برضو مع الشباب هنا. بيقول لي هنا احنا هنحل ده، بيقول لي هنا الميجر بتاع ال ACD ايكوال الميجر بتاع ال BCD، يبقى ال two angles دول قد بعض، يعني ال CD ده بايسكتور يعني. وبيقول لي ان ال AC ايكوال ال BC، ال AC ايكوال ال BC، وبيقول لي ان ال BD ايكوال ال DE. طيب ده معناه ان التو تريانجلز دول مالهم؟ كونجرنت، انجلش ماشي، يبقى هما الاثنين كونجرنت، السي دي اي والسي دي بي ار كونجرنت. بيقول لي بروف بقى ان الميجر بتاع الاي ايكوال الميجر بتاع الاي اي دي، يعني ركزوا معايا كده، عايز الميجر بتاع الانجل دي قد الميجر بتاع الانجل دي، اللي انا حطيت عليهم دوتس الصغيرين كده، الاي والاي اي دي. ده معناه ان احنا لازم نقول له ان التو سايدز دول قد بعض، صح؟ عشان أيوة. نقول له ان الانجلز قد بعض يبقى التو سايدز دول قد بعض. طيب ال هي لوجي خرجت ودخلت تاني؟ خرجت بس دخلت بس داخل التاني. معلش ممكن بس كرر آخر حتة عشان النت طلعني. في المثال اللي فات ولا في ده؟ لا آخر مسألة. المسألة اللي قبل دي لا آخر واحدة. اللي هي دي، صح ولا دي؟ الـ 22. التنشو لسه ما بدأتش، انا لسه هنا بقول، لسه بقول هنا ان احنا ان التو تريانجلز دول كونجرنت، اللي هم السي دي اي والسي دي بي، دول كده كونجرنت عشان الثري سايدز قد الثري سايدز. احنا كده محتاجين نعمل، عشان نعمل بروف ان الميجر بتاع الانجل اي ايكوال الميجر بتاع الاي اي دي، لازم نقول ان الدي اي قد الدي اي، تمام؟ اوكي طيب هو مش مديني هنا حاجة تاني، صح؟ مديني بس ان ال EAD، هنقول ان دول congruent، يبقى نستنتج ان ال E قد ال B، ال E قد ال B، ال E A D هتبقى قد D ودي مع بعض. طيب ممكن لحظة واحدة؟
اوكي تمام. نرسمها مع بعض بس كده ونوضحها. لحظة واحدة، احنا نرسم كده السؤال قدامنا بشكل أوضح كده عشان نبقى فاهمين. هو أنا عندي التريانجل كده، الأنجل دي كان اسمها A ودي B ودي C ودي D ودي اتش، صح؟ وجي هنا وصل دي كده وقال لي ايه؟ هو قال ان البي سي قد الاي بي، وقال لي ده هو ما قاليش ان التو تريانجلز كونجرنت، ده قال لي ان السايد ده بس. احنا نرجع بس هنا، هو قال لي ان الدي بي قد الدي اي كلها، ماشي عشان بس نبقى فاهمين. هي دي اسمها ايه؟ ناقل الحروف دي غلط، دي اي سي بي دي، اي بي سي دي، وانا كتبت حروف. هي مش هتفرق، مش هتفرق الحروف هنا، مش هتفرق. المهم ان هو قال لي ان تعال نكتب الحروف زي ما هو كاتبها بالظبط عشان لما ناخد حاجة من الرسمة ناخدها بطريقة كويسة. طيب هنا هي عاملة كده، هي دي ورا اسمها ايه؟ اي اي سي، يبقى دي اي ودي اي ودي سي ودي دي، واللي تحت اسمها بي. هو جه وصل لي الجزء ده هنا وقال لي كده ان ال AC قد ال BC، قال لي كده ان ال AC equal ال BC. اللي بعده قال لي ان ال DB، فين DB؟ DB قد ال DE، وقال لي كده ان ال DB equal ال DE. قال لي حاجة تاني؟ لا لا، قال لي في تو انجلز طبعا، ان الميجر بتاع
ان المجر بتاع ال ACD قد ال BCD، ACD قد ال BCD. قال لي كده ان المجر بتاع الانجل ACD ايكوال المجر بتاع ال BCD، يعني قال لي ان الانجل دي قد الانجل. ماشي. طيب تمام. نحط الاجزاء اللي محطوطة على الرسم. ال AC اللي هي الجزئية دي من هنا لهنا بس قد ال BC الجزء ده، وقال لي إن ال DB اللي هو ده قد ال DE اللي هو ده. طيب احنا لو احنا هنتكلم على التو تريانجلز، التو تريانجلز اللي هما ايه؟ اللي هما ال AB دي، والترينجل التاني اللي هو سي بي دي. ماشي. يبقى احنا هنشتغل على التو ترينجلز اللي هو هنقول له كده ان الترينجل الاولاني اللي هو اي بي دي، والترينجل التاني اللي هو اسمه سي بي دي، مالهم؟ تعال نشوف الاجزاء اللي محطوطه جوه. طيب بس هو عشان احنا نفصل بس الرسمة عن بعضها، ماشي، احنا طالما هنتكلم في التو تريانجلز دول فهيبقى الشكل عامل كده. ماشي. هناخد هنا ده كده اسمه A وده اسمه C وده اسمه B وده اسمه A وده اسمه D، فهيبقى الجزء ده قد ده، تمام، وهتبقى الانجل دي قد الانجل دي، وهيبقى ده كده كومون ساين، صح كده؟ احنا خدنا التو تريانجلز دول من الشكل كله، يعني احنا فيما معناه ان احنا لغينا الجزء ده. ماشي. تمام. احنا لغينا الجزء ده، فخلينا الشكل ده اللي موجود عندنا. سنس ان ال سي اي ايكوال سي بي، وان السي دي كومون ساين، وان الميجر بتاع ال اي سي دي ايكوال مع الميجر بتاع ال بي سي دي. نستنتج ايه؟ نستنتج ان التريانجلز كده مالهم كونجرد. أكونت ماشي. نستنتج ان التو تريانجلز كده كونجرد. نقول له زن هنا كده ان التريانجل بي سي دي كونجرد مع التريانجل ACD. نستنتج ايه بقى؟ نستنتج ان السيرد سايد هيبقى قد السيرد سايد. نقول له زن ان ال AD ايكوال ال BD. طب لما ال AD هيبقى قد ال BD، طب ما احنا عندنا اصلا في الاصل قايلها لي في الجيفنج، قايل لي ان ال BD ايكوال الدي اي. طب ما انا البي دي عندي هنا اتكررت مرتين اهو، البي دي ايكوال مرتين. نستنتج ايه؟ نقول له زن ان الاي دي ايكوال الدي اي. فاحنا لو جينا في التريانجل الصغير خالص اللي هو كان باقي ده اللي هو ده اللي كان عامل كده اللي هو الاي اي دي، انا استنتجت ان الاي دي اهو قد الدي اي، تبقى الانجل اللي جوه دي قد الانجل اللي جوه دي. مفهوم؟ هنقول تمام. له هنا كده أيوة. زن ان الميجر بتاع الاي ايكوال الميجر بتاع الاي اي دي، يبقى ده المطلوب بتاعي. يبقى تاني هنا نرجع هنا تاني
عشان نبقى فاهمين السؤال ماشي ازاي. السؤال هنا ماشي بالشكل ده، بص هو في أول السؤال خالص مديني إيه؟ مديني التو ترينجلز، بس أخد بالي من الأجزاء اللي هو محددها وقايل إيكوال. هو قايل لي السي أي مش السي أي، عشان السي أي هي اللي قد السي بي، تمام؟ إنما مش السي أي كلها، فأنا مش هشتغل على التريانجلز الاتنين الكبار، أنا هشتغل على التريانجل الأولاني اللي هو اسمه أي سي دي، والترانجل التاني اللي هو اسمه بي سي دي، تمام؟ التوتال انجلز دول مالهم؟ عندنا السي اي قد السي بي، والميجر انجل اي سي دي قد الميجر انجل بي سي دي، والسي دي كومون سايد، يبقى من الثري بوينتس دول، تمام؟ هنبقى فاهمين ان التوتال انجلز مالهم كونجرنت. كونجرنت يبقى احنا استنتجنا هنا ان التوتال كونجرنت انجلز من الكونجروينس هنا، هنستنتج ان الثيرد سايد اللي هو الاي دي هنا اللتر الاول والاخير، يبقى هنا قد الثيرد سايد اللتر الاول والاخير، البي دي قد السي دي. طب انا استنتجت ان الاي دي اهو قد السي دي، وهو قايلها لي فوق خالص ان الدي بي قد الدي اي، فاكتبها له هنا تاني، احل الاثنين دول مع بعض. البي دي اتكررت، تبقى دي اي ايكوال الاي دي، يبقى احنا استنتجنا ان الاي دي قد الدي اي، يبقى هو ايسوس سترينج، يبقى زين الميجر بتاع الاي قد الميجر بتاع الاي اي دي. واضحه لوجيك؟ واضحه يا شباب؟ تمام. أيوة تمام، يا مستر. حد عنده اسئله تاني؟ طيب الاسئله دي لذيذه، ما حدش عنده اسئله تانيه؟ لا احنا هنحل النهارده الجبرا والجيومتري، اخر مره حليناها. حلينا الجيومتري هما آخر ما حلينا. هنحل النهارده الجبرا. مستر صورت ليلة شزت ممكن نحل تشوز ده اللي انت بتقوله. مستر صورت اه احمد بيتكلم ولا مين؟ أحمد أصورها بتقول ايه؟ لك اللي هي في الكتاب اللي هي عاملة زي بتاعة الجيومتري. الأسئلة بتاعت اللي تشوف كلها مرة واحدة يعني؟ أه طيب صورهم، مش بس ابعتهم بسرعة، وصورهم بصورة تكون واضحة بس عشان نبقى شايفينهم قدام بعض. لو في حد عنده أي سؤال يبعته بسرعة يا شباب. الجبرا جيومتري في حاجة معينة مش بتبقى واضحة قدامنا، يقولها كده. يا عائشة ما دخلتش ليه النور؟ عارف بس ما عندهاش نت. هنا الاس اس بتاعتي ايه؟ هنعمل يعني عند ال 8 هنعمل minus 8، وهنعمل في السايد التانية برضو minus 8، فتبقى ال x power 3 equal negative 8. بعد كده هنعمل cubic root على ال 2 sides، فتبقى ال x equal negative 2. مظبوط. طب لو هي كده x بار 2 ماينس 9 ايكوال 0، هنعمل plus 9 على 2 sides، هتبقى x power 2 equal 9. بعد كده هنعمل square root على 2 sides، فهتبقى equal ال x هتبقى equal 3 3 بس و negative 3 و negative negative 3. 3 تبقى هنا x بار 2 equal 9، تبقى ال x بس عبارة عن positive or negative ايه؟ root 9.
اللي هو positive or negative 3. طيب لو هي اصلا كده، يا عائشة كانت بعتها قبل كده. اي طيب لو هنا x بار 2 بلس 9، هنا الناتج ايه؟ نحلها ال اس اس هنا ايه؟ ماينس 1 الايكوال، ما فيش بعدها حاجة. كول زيرو. اه تمام ماشي، هنعمل ماينس 9 في 2 سايدز، فتبقى الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 9، هنعملهم اندر سكوير يعني باي سكوير روت 2 سايدز، فتبقى الاكس ايكوال بوزيتيف على نيجاتيف 3، بوزيتيف اور نيجاتيف 3 برضه. بس لا مش هتبقى هنا بوزيتيف اور نيجاتيف 3، هتبقى ايكوال هتكون نيجاتيف 3 بس. هنا بوزيتيف 3. لا هتكون نيجاتيف 3 بس. فاي صح. فاي مين قال فاي؟ هتكون فاي انا رجينا كده ليه؟ ايوه مظبوط يا رجل، صح انت صح. ليه يا مستر؟ ليه يا مستر؟ هما دول جيومتري يا احمد اللي اتبعته دول. لا هي فيهم واحده الجبرا والباقي جيومتري. هي دي هتديني فاي يا شباب، عشان دي اكس باور 2 هتبقى ايكوال نيجاتيف 9، وما ينفعش حاجه باور 2 تبقى ايكوال نيجاتيف، فده مش هينفع. فالاس اس هنا تبقى فاي، مفيش حل. ماشي، لما تبقى اكس باور 2 بلس وايكوال 0 دايما هيديني فاي. وفي حد بيخبط في حاجه يا شباب، شلون؟ طيب تعال نشوف البيدج اللي اتبعتت دي، واحمد يبقى يبعت البيدجات التانية. احنا هناخد امبورت هنا، طيب هنا هو في الاغلب ده ايه، الاسئله دي كلها سهله يعني. تعالوا نمشي كده واحده واحده. اول سؤال بيقول لي هنا الكيوب روت لنيجاتيف 27 بلس 3، الكيوب روت لنيجاتيف 27 نيجاتيف 3 بلس 3 يبقى ايكوال 0. يبقى اول حاجه عندي 0. بيقول لي هنا the irrational number located between 2 and 3، ادي ال 2 اهي وال 3 اهي. انا عشان اخد نمبر يكون irrational يبقى لازم يكون يا اما سكوير روت لنون بيرفكت سكوير او كيوب روت لنون بيرفكت كيوب. فهو هنا في اللي تشوز عندي سكوير روت، تمام. بس هو بيقول لي لازم يكون بتوين التو والثري. التو دي اللي هي في الاصل روت 4، والثري دي اللي هي روت 9. انا عايز اللي ما بينهم بقى، فاللي ما بينهم في اللي تشوز اللي هو روت كام؟ روت 7. صفر طب لو كانت كيوب روت فكنت هقول له ان التو اهي والثري اهي. التو عبارة عن الكيوب روت للايت، والثري عبارة عن الكيوب روت للتويني سيفن، فكنت هختار اي حاجة ما بينهم. ممكن اقول له مثلا كيوب روت لناينتين مثلا، مفهوم؟ تمام. اللي بعده، احنا عندنا اصلا يعني اللي انتوا دارسينهم السنه دي الحاجات الاراشونال. الاراشونال هم ثلاث حاجات. اول حاجه هو الباي، الباي اللي هو 22 اوفر 7 اللي احنا بنستخدمه مع السيركل ده. وتاني حاجه سكوير روت لنون بيرفكت سكوير، يعني مثلا لو قلت روت 9 هتديني 3 فده راشونال عادي، انما لو قلت روت 7 ده ملوش، روت 8 ملوش، روت 5 ملوش، روت 11 ملوش، يبقى ده كده ايرراشونال. او نون بيرفكت كيوب اللي هو مثلا لو قلت كيوب روت ل 8 هيديني 2، كيوب روت ل 27 هتديني 3، دول راشونال عادي. انما لو ايرراشونال يبقى ازاي؟ يبقى كيوب روت مثلا ل 9، كيوب روت ل 10، كيوب روت ل 13، نمبر ما يكونش ليه كيوب روت.
اللي بعده بيقول لي هنا روت 8 ماينس 2، دي حاجات سهلة احنا واخدينها مع بعض. روت 8 ماينس روت 2، هنخلي ال 8 عبارة عن روت 2 تايمز 4 ماينس روت 2، ال 4 يبقى الروت بتاعها 2 تبقى 2 روت 2 ماينس روت 2، يديني الناتج روت 2، يبقى ده الناتج بتاعي، تبقى الإجابة بتاعتي هي روت 2. ماشي، أي حد في حاجة مش واضحة معايا يقولها لي على طول. اللي بعده بيقول لي هنا من 3 لحد 7 difference، من ال 2 لحد ال 5. احنا عشان نحسب ال difference لازم نحسب الموجود في الفيرست ومش موجود في السكند، من اول ال 3 لحد ال 7. لو انتوا مش بتفهموا